لسه معاكم وكلام في الزحمه ومن كايرو بيزنس بارك والكرييتيف اندستري سمت. يارا الجندي ومروان قدري معاكم ومعانا ضيفتنا وصديقتنا العزيزه ايمي موافي. صديقه السنين. ايمي موافي كو فاوندر مو فور نتورك، الشريك المؤسس. ايوه لمو فور. ده حقيقي. ايمي انا اعرفك بقالي كام سنه معلش بس لا بس ما ينفعش نقول يا يارا عشان لو قلنا من وانتوا عندكم 9 سنين وانتوا دلوقتي عندكم 27. انا عمال احاول احسبها. انا بحاول احسبها يارا. انا عاوز اقول لك حاجه، انا هتم 45 قريب. اوكي اهلا بيك. اهلا بيك. لا خلاص اقول انا هتم 45 قريب، ويارا كانت اكشلي برايد ميد في فرحي. تخيل فرحي كان من 37 سنة 15 سنة من 15 سنة نحسبها بقى. لبستني حتة فستان كان أوحش فستان في التاريخ. أوكي فستان لونه لا مش يعني أوكي. طيب خلي الذكريات دي بعدين. احنا مش جايين نتكلم. لا مش ذكريات النهاردة، مش قاعدة الذكريات. أنا لازم أقول حاجة يا جماعة، أنا اتفرجت على إيمي ومن قبل ما موفور تبتدي ومن قبل ما تبتدي البيزنس ده كله، وشوف عدى السنين دي كلها ودينا النهارده كلنا قاعدين مع بعض في الاستوديو من كرييتيف اندستري سامت وبنتكلم عن كم الحاجات اللي كل واحد فينا حتى انجزها. أيوة في حياته. لو ايمي انا وايمي اشتغلنا مع بعض في حاجات تانية برضو. ايوه احنا اشتغلنا مع بعض في التلفزيون. ويارا انا اعرف يارا من قبل ما تعمل راديو اصلا. أيوة. بتطلع معايا. أوكي. فعلا اصلا على الراديو كمان وطلعنا مع بعض. كانت يارا بتعمل ايه زمان يا ايمي؟ لا من رز وملوخيه. مش على الراديو. طب احكي لنا النهارده في النسخه العشرة او التنث انيفرسري لكرييتيف اندستري سامت، ايه بقى اللي بيحصل؟ وانا عارفه ان انت كمان ليكي دور بتعملي حاجات كتيره هنا، شايفك رايحه جايه ايه. اولا يعني اول حاجه مي ونعمات اللي هم اللي اسسوا كرييتيف سامت بموت فيهم. ان يكون في مهرجان ابداع بالحجم ده وقايمة عليهم هم الاثنين، دي حاجة مشرفة جدا لينا كلنا وبالذات كستات. بجد بنقضي احلى يومين في السنة. ان الواحد بيقابل كل الناس، احسن ناس في السوق، بياخد الفرصة يتعلم حاجات كتيرة جدا جديدة. احنا طبعا كمو فور بقالنا 3-4 سنين بندعمه احنا we're the main media partner للكرييتيف اندستري سامت. فاحنا مو فور اكتر حاجه we're passionate about is telling the stories and to tell انتوا بتحكوا القصص. بنحكي القصص ولا نحكي قصص لكرييتيف اندستري سامت، دي حاجه بتسعدنا جدا جدا جدا. واحنا عامه قاعدين وبنتفرج على كل حاجه بتحصل قدامنا. يعني حقيقي ماي كانت لسه معانا في الاستوديو من شويه، ربنا معاها، بس هي فعلا عامله حاجه كبيره وفعلا عامله حاجه مشرفه وفعلا عامله حاجه حلوه تفيد الناس، ودي اهم حاجه. يعني بالظبط في 3 ستيجز ولمده 4-5 ساعات، كل 20 دقيقه عندك من احسن ناس في السوق بيتكلموا وبيعلمونا حاجه جديده. اوكي بتهندلي الموضوع ازاي يا ايمي؟ يعني الثلاث ستيجز اللي موجودين بالضيوف دي مش مشكلتي، دي بقى مشكلتهم هم. احنا بنعمل الميديا والستوري تيلينج، فاحنا بنكون عندنا تيم تقريبا 30-40 واحد. اوكي. بينزل لايف كونتنت على السوشيال ميديا عندنا على كايروسون، على كايروسين، مش عارفه ايه كايروسون ده حاجه جديده ممكن. دي حاجه جديده نازله قريب. هنعمل كايروسون، انتظروا هنعمل اناونسمنت قريب على كايروسين وعلى الفاصله. بنوري من هنا وبنتكلم على كل الانجازات اللي بتحصل هنا. فدي اكتر حاجه لشغلنا. وبعدين احنا كمان عندنا، فلو اي حد هنا عندنا، احنا برضو البوث بتاعنا عندنا بوب كورن. مروان هيروح دلوقتي وتشيبسي. مروان هيروح دلوقتي مش البراند. انا فاهم يعني بطاطس متقطعه عشان لو حصل وشفت يارا جوه، لان احنا طبعا ماسكين يارا بالعافيه، هي هتقوم تخش جوه، تخش تجري ورا الناس وكذا مره. اطلع دبدب على الستيج. اطلع دبدب كده. ما ينفعش يعني. فلو شفتيها جوه بس كلمينا. اوكي خلاص مروان ابن هنا. اوكي تريني معانا هنا. ايمي نورتينا وشرفتينا النهارده، بالتوفيق ان شاء الله في التغطيه لكرييتيف اندستري سامت، واكيد هنتقابل تحت بقى عند الستيج كمان شويه. نورتينا يا ايمي ومن نجاح لنجاح دايما. ثانك يو. لسه مكملين معاكم كلام في الزحمه، تغطيه خاصه من كرييتيف اندستري سامت. تابعونا على السوشيال ميديا، بنكون لايف على انستغرام، و تقدروا كمان تتابعونا وتبعتولنا. هنطلع فاصل سريع قوي ونرجع على طول، خليكم معانا.